حياكم الله مجددا في أهلا. هروب العاملات المنزليات، هذا الملف قديم متجدد، يختفي فترة ويظهر فترة، لكن ما زال في بعض المعاناة في ضبط هذا الموضوع، وخاصة من قبل الأشخاص الذين تضرروا بهروب عاملاتهم. في مرات سابقة طرح هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة، اليوم حبينا أنه نلقي الضوء من واقع التجارب التي حدثت مع بعض الأسر جراء هروب عاملاتهم المنزليات وما تبعها من إجراءات. ولذلك يسعدني أن أستقبل هنا في الاستوديو الأستاذة بهية العبيشي، وهي واحدة من المتضررات من هروب عاملتها المنزلية، ولاحقا سينضم إلي عبر الهاتف أبو عبد العزيز وهو أيضا أحد المتضررين، لنسمع منهم التجارب المختلفة حول هذا الأمر ونحاول الوصول إلى حلول في هذا الشأن حتى نحد من هذه الظاهرة إذا ما وصلت إلى حدود الظاهرة مستقبلا. أستاذة بهية حياك الله معنا فيها، هلا وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. وش اللي صار معك ومع عاملتك باختصار الحكاية؟ عاملتي وصلت عندي، إجراءاتها كانت بسيطة وميسرة، المكتب كان ملتزم بحجر مؤسسي، كل شيء دفعناه كامل. طبعا أنا كمواطنة ملتزمة دفعت في مساند كامل المبلغ، مبلغ العقد، وجاب لي إياها، ما في أي مشكلة. كملت 6 شهور، الشهر السابع سافرت، هربت عفوا، معاملتها كويسة، رواتبها تاخذها قبل وقتها بيوم، قبل التاريخ بيوم يحول لها الراتب. طبعا معروف الفترة اللي هربت اللي هو قبل رمضان بشهر وشوي، اللي هو وقت أزمة شغل السماسرة اللي هم يهربون الخادمات عشان يشغلون، يعني هي العاملة أنا لو بحط نفسي مكانها ما هي اللامون، إذا لقيت أحد بيعطيني 3 أضعاف الراتب بهرب، لأن هي جت عشان الفلوس. لكن المشكلة اللي قاعدين يهربونهم، في مشكلة برضو أنا سمعت معاناة كثير من الأخوات اللي تواصلوا معي لما قلت إحنا بنتكلم عن الموضوع هذا، بعضهم تقول اكتشفت أنه المكتب نفسه اللي جاب لي إياها متواصل معها. وشلون العاملة ما تلام وهي موقع عقد ويفترض أنها تلتزم فيه؟ معلش ليش؟ لأنه لما يجونك المكاتب يقولون ترى أنت يعني ندرسينهم، مثلا يقول لها 3 شهور لا تسوين شيء، بعد 3 شهور سوي اللي تبين عشان أنا ما يجيني مسؤولية، ولا ترى بوديك بداهية، لما تكون عارفة إنها لما تهرب ما عليها أي مسؤولية، الخادمات ما عليهم مسؤولية، مكتب الترحيل وسفرون، ما وضع قانون وعقوبات لهم. ليش ما زي ما أنتم تحافظون على حقهم كعاملة، زي ما سفاراتهم وزارات الخارجية عندهم يشترطون علينا أنه عمالتنا يعاملون باحترام وحقوقهم، طيب وإحنا حقوقنا كمواطنين؟ وش اللي صار بعد الهروب؟ اللي صار أول ما هربت على طول خلال أقل من ساعة سويت بلاغ الهروب عن طريق أبشر، اللي هو هذا الإجراء القانوني اللي الدولة تقول لما يهرب من عندك عاملة ادخل أبشر وسوي بلاغ هروب، تمام؟ طبعا في إجراء الثاني عشان أطالب بحقي، أنا ما راح إلا ربع المدة، مدة العقد، عقد كلفني حول 20,000 ريال. كم مدة العقد؟ سنتين. واللي اشتغلته 6 شهور؟ 6 شهور، يعني باقي لي 3/4 المدة. طيب أنا أطالب بباقي قيمة العقد، كيف أطالب فيه؟ قالوا غلط، أنت ليش سويتي بلاغ هروب؟ طبعا مكتب العمل. مين اللي قالها؟ هذا محامين طلعوا في مقاطع، محامين وبأسمائهم. بلاغ الهروب يسقط حقي في المطالبة، سويت بلاغ هروب معناته الآن صار انهي على كفالتي. طيب ايش المفروض انك كنت تسوينه؟ اللي عرفنا انه مفروض اني اروح مكتب الترحيل ابلغ عن هروبها، طبعا احنا رحنا للشرطة ايه؟ على طول بنفس الوقت قالوا مو عندنا الا اذا كانت سارقة منكم شيء او في يعني شيء معين، في حدث معين تسوون بلاغ، لكن هروب عادي لا ايه؟ ادخل عن طريق ابشر وسوي بلاغ الهروب. فالإجراء اللي مفروض يصير عشان أقدر أطالب بحقي، عشان أقدر أرفع عليها قضية، عشان حتى سفارتها ما تقدر تسفرها، إني أروح مكتب الترحيل، بعد مكتب الترحيل أوقف إقامتها، بعد ما أوقف إقامتها أدخل وأسوي في المحكمة المستعجلة أرفع عليها قضية وأرفق فيها العقد حقي، وأكتب إنه إن هذه سافرة أو هربت قبل ما تكمل العقد وأطالب فيه. طيب أم تركي، في العقد اللي وقع في البداية إذا كان قرأتي واطلعتي عليه، هل في شيء ينص أنه إذا هربت مثلا العاملة أو اختفت أو تغيبت إيش يصير في الحقوق اللي دفعتيها أو في الفلوس؟ ما فيه، وإحنا عقودنا عن طريق مساند، يعني منصة تبع الدولة، مساند هي منصة، إحنا ارتحنا من حكاية المكاتب لما كانوا يأخذون الفلوس ويأخرون، الآن في مساند تدفع رسومك ومساند بعد ما يتم العقد وتجي العاملة وكل شيء يحولونها للمكاتب. طيب معليش، المكاتب يقول لك 3 شهور
أضربت هربت فيها مرض أبدل لك إياها، مع أنه برضو في إجحاف لي لأني أنا دفع 2000 ريال تأشيرة، يقول لك روح يطلع فيزا ثانية بـ2000 ريال برضو ضاع عليه فلوس، لكن معليش. طيب يا مساند، ليش أنتم متحولون للمكتب كل المبلغ كامل؟ مدام أنه عندكم في حسابكم المفروض ما يحول، حطيت 20,000 وطلب مني 20,000، حطيت 20,000 ريال، ليش ما يكون كل 6 شهور زي الأقساط؟ طالما أنها موجودة عندي يدفع له لين ينتهي العقد. ويصير كل 6 شهور تتأكد أنها موجودة وشغالة وأمورها تمام. هم المساند مفروض يدفعون لهم كل 6 شهور إلين إلا إذا حصل شيء ودخلت أنا على الموقع وقدمت بلاغ وإثباتات أنه أنا سويت بلاغ هروب وهذه عاملتي وما كملت وأنه عن طريق المكتب الفلاني، يوقفون لين تنحل المشكلة. إذا كان المشكلة مني أنا أني ما أعطيها راتب أني أعنفها، ذيك الساعة يختلف الوضع. لكن إذا كان هروب زي كذا اللي قاعد يصير قبل رمضان، لا، المكتب يلزم. ليش المكتب يكون ربحه 100%؟ معليش، ليش المكتب ما يخسر ولا شيء والمواطن يخسر كل شيء؟ هنا الكلام. هم من حقهم يترزقون كمكاتب، لكن إحنا من حقنا برضو. طيب أم تركي، الآن قانونيا المبلغ اللي دفعتيه مقابل مدة السنتين وهي تمام. جلست 6 شهور تمام. فيما ينص عليه العقد، مين اللي مفروض يعوضك عنه؟ والله احنا ما ندري، يعني العامله المكتب. أيوة. مين بالضبط؟ هذا اللي نبغى اجابه احنا. طيب. لما نكلم، انا اقول لك اكلم مكتب العمل بخصوص هروب العامله، مو عندنا، عن طريق انت جايبتها عن طريق مساند يعني بشكل رسمي. ايه شوفي مساند، اكلم مساند مكتب العمل، مكتب العمل الجوازات يرمون، ما في احد عنده اجابه. هنا المشكله. كم لها الحكايه؟ قبل رمضان بشهر تقريبا. والى شهر. الان ما في جديد نهائيا؟ ما في جديد. سوينا بلاغ الهروب، حاولت ألغي بلاغ الهروب عشان أرفع قضية عليها عشان أقدر أدخله، لأني ما قدرت أرفع عليها قضية، لقيتها مشيولة من عندي. كيف أرفع عليها وهي أصلا مشيولة من عندي؟ طيب أبرجع لك واخذ تفاصيل أوسع منك، بس إذا تسمحي لي أستقبل اتصال أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز أيضا هو واحد من الناس اللي يعني عاشوا هذه التجربة المريرة، خلوني أسميها. أبو عبد العزيز مساء الخير. مساء النور أستاذ، حياكم الله. وش اللي صار معك في قضية هروب الخادمة؟ الحكاية من البداية. والله أنا طبعا الخادمة جت يعني، لكن يعني الحمد لله من حسن حظ أنها ما مشت لنا بعد 6 شهور، لا، بس أنها جلست 3 أسابيع وباين عليها أنها من جيتها يعني، وكأنها يعني مرتبة للأمور يعني جاية بنية الهروب يعني. لأن الصراحة ما في يعني، كان يعني عائلة صغيرة والبيت والمكان صغير ومعاملتنا يعني نعملها كفرد من عائلة يعني، لكن للأسف مشت يعني بعد ما طلعت. طبعا أنا توجهت في البداية صراحة، كنت ما أعرف وش من إجراءات يعني، عشان توجهت للشرطة وقالوا ما لنا علاقة، لازم أبشر مش يعني لسه ما طلعت لها إلى الآن رقم إقامة، إلى الآن هي بدون رقم إقامة. إيه. رحت هذا أبشر ما فيها أي خدمة تخدمك إذا ما فيها رقم إقامة. قالوا لنا رح توجه مكتب الترحيب بعد الاتصال بخدمة أبشر، قلت لهم يعني ما في خدمة تخدمني، كيف وش سوات؟ قالوا توجه مكتب الترحيب في الملز. توجهت لهم هناك، قالوا والله ما نستقبل الفرع هذا، الفرع هذا ما يستقبل أحد، لازم تروح لحي الرمال. هذا تقريبا بعد الرياض هذا. أيه. وصلت هناك بعد في نهاية حي الرمال، قالوا والله لا معليش، أنت جاي في المكان الغلط، رحت فرعنا في طريق الخرج، وأمشي لين طريق الخرج يعني طلعت برا الرياض. ويوم وصلت لهم قالوا والله لا لازم تروح نفس الجوازات. يعني المشكلة الآن في هذا الدوران يعني ما في أحد يعني، للأسف الجهة المسؤولة ما تدري وين توديك له يعني. طيب. ما في شخص يعطيك كلمة يعني في مبالغ ولا في مبالغ مادية خسرتها أبو عبد العزيز؟ أي طبعا باستخدامها يعني للأسف. كم؟ 17,000 يعني. طيب أسألك نفس السؤال اللي سألت أم تركي، أثناء العقد في شيء منصوص عليه أنه لو هربت الخادمة مين يعوض المبلغ اللي يعني راح؟ عشانها مشت بعد 3 أسابيع. أيه؟ يعني أنا الحمد لله يعني منها، لو مشت بعد 6 شهور أو
ما يعني ما في تعويض للاسف، لكن بدانا ننشط ثلاثة اسابيع الان لثلاث شهور، وانا يعني وانا انتظر الخادمه الجديده من المكتب، لكن يعني للاسف الخدمه. وش يقول المكتب؟ يقول ما بعطيك خادمه جديده، ولا يقول انتظر عامله؟ المكتب يقول انتظر العامله. المكتب الان يعني الى الان من ثلاث شهور انا انتظر العامله، يعني الان نضطر ان ناخذ من المكاتب. يعني عندي واحده الان خاصه في رمضان يعني محتاجينها بصراحه، الدوامات المسائي وزوجتي الصباحي والاولاد يدرسون. طيب انا ناخذ من الشركات هذه اللي دفعتنا في 4000 في الشهر، يعني على كل شهر، يعني ثلاث شهور انا ادفع كل شهر 4000. سؤال اخير ابو عبد العزيز، الان من ثلاثة شهور العامله الاولى اللي هربت، عرفت وينها؟ وين هربت؟ سافرت ولا موجوده ولا ايش وضعها؟ والله لا للاسف يعني ما جاني اي. نعم توصلت لمركز الشرطه قلت يعني هل جاكم خبر؟ حصلت واحد ما في اي يعني معلومات عن وين راحت وين. طيب أبو عبد العزيز شكرا جزيلا لك. هذه برضو حكاية ثانية من أبو عبد العزيز. طبعا لو تلاحظون أم ترك أبو عبد العزيز يشتركون في نقطتين. النقطة الأولى أنه وين نتوجه، يعني الجهات كثيرة جدا وكل جهة تقول للجهة الثانية، فينبغي أنه يكون في مسار واضح في هذا الشأن. والنقطة الثانية أنه إلى الآن هم ما يعرفوا مصير العاملات اللي هربوا وين راحوا، يعني هذه نقطة مهمة جدا يجب الانتباه لها من زوايا عدة، يعني سواء اجتماعية أو حتى أمنية. برجع لكم أم تركي، الآن وش آخر شيء وصلتوا له في موضوع هروب العاملة؟ ولا شيء. آخر شيء وش كان؟ البلاغ لما قدمناه، وش يجيك رسالة أصلا وانت تسوي البلاغ الهروب، يقول لك خلال 90 يوم أيوة ما تواصلوا معكم تجون تسلمون جوازه وإقامته. ليش طيب أسلم؟ طبعا شوف أنا بقول لك شيء، إحنا ما نقول دوروا شغالاتنا، ما صعب يطقطقون يدورون شغالات. إحنا نقول شيء واحد، لما أنا مقدمة بلاغ هروب رسمي وأنا قانونية بكل شيء، لما تمسك في مكتب التسول خلاص ملت وتبي تسافر، راحت مكتب التسول مسكوها ما تسفر ولا يقال لي رسالة تجيني جت وجدنا الخادمة. أجي أنا عندي أمرين أخير، يا بني أخليها تسافر يسفرونها يرحلونها، يا أني لا أقول لا أنا أبغى حقوقي وإجراءاتي تكمل. ليش تسفر على طول؟ هنا السؤال، ليش ما يحافظ على حقي كمواطن؟ أنا أتكلم عني أنا اللي لسه ما لها كم شهر، لسه عقدي ما كملت السنتين، راحت فلوسي. لو لها سنتين ما عندي مشكلة، أني خلاص استنفذت العقد كامل، أنا دافع القيمة هذه على عقد سنتين. إن قعدت زيادة تاخذ زيادة راتب، يطلبون هم لو بيقعدون زيادة يطلبون زيادة رواتب، ما يقعدون. طيب الجهات هذه المتعددة اللي رحتي لها وصلتي معهم إلى نقطة غير واضحة في موضوع هروب العاملة، تمام؟ أصلا ما حد قال لي أنه مسؤول، إذا كل واحد يرميني على جهة طيب ثانية. طيب هذا موضوع الهروب، هل وصلتي معهم إلى نقطة واضحة في قضية التعويض، أنه تعوضوني بعاملة أو بمبلغ ولا لا؟ لا هم مالهم، هم أنا أبيهم بس يقولون لي أنا أبي أرفع قضية شغالتي، ليش ماني قادرة أرفع عليها دعوة؟ ليش ماني قادرة الإجراء اللي هو المفروض يصير أني عن طريق الموقع فيه اني اقدر اضغط ايقونه رفع دعوه في المحكمه المستعجله، هذه تخص العماله، ما اقدر انا لانه بلاغ الهروب اللي انا سويته اللي المفروض انه يكون هذا تصرف صحيح مني وقانوني اسقط العمل. المحامين اللي تواصلتي معهم ايش قالوا؟ كلهم قالوا بلاغ الهروب هذا خطا، ما تصلحونه، تصلحون اول شيء اللي هو اول شيء تتوجهون للترحيل، بلغوا هناك في الترحيل، تطلعون منهم توقفون اقامه العامله، بعد ما توقفون إقامة العاملة ترفعون تدخلون على الموقع ترفعون. طيب على القضية الآن إقامة العاملة وين موجودة عندكم؟ عندي الإقامة أي، لكن الآن الحمد لله التكنولوجيا ما خلت شيء، جوالاتهم إقاماتهم تقدر تروح وتجيب إقامة، وجواز سفرها، جواز سفرها عندي، لكن هي الآن ما هي إقامة رسمية تقدر تتحرك. أنا ما أدري هل بلاغ الهروب اللي أنا سويته هل إجراء روتيني توقف إقامتها ولا لا؟ هل إذا راحت أي مكان مستوصف شيء عطتهم يبين نهار بول، هذا ما ندري. طيب خلينا نجمل نقطتين إذا تسمحي لي. النقطة الأولى أبرز المطالبات الآن عشان ينحل هذا الموضوع اللي يخصك وشي. تمام، أولا أيوة اللي قلت لك بالنسبة لمساند، إحنا منصة وضعتها الدولة تحافظ على حقوقنا، مفروض أنه عشان مكتب الاستقدام يتحمل زي ما أنا قاعدة أتحمل، ما يسلم المبلغ كاملة مجرد ما تكمل ثلاثة شهور عندي العاملة، يعني حتى لو هربت بعد الثلاث شهور حتى المكتب نفسه ما يعوضني. طيب اثنين، النقطة الثانية في حال انها مسكت العاملة لا ما ترحل،
يكون اصلا دايركت، انا مجرد ما سويت بلاغ هروب اقدر بنفس الوقت اسوي ارفع عليها قضيه واطالب باقي مستحقاتي. واضح. طيب المحيط اللي موجود حولك، هل يعني لاحظتي معاناه مع نفس الظاهره؟ عاملات ويهربون و... الشارع اللي انا ساكنه فيه اربعه في نفس اليوم، في نفس اليوم اربعه في الصباح هربوا. اختي في القصيم ايه؟ راحت تبلغ عن هروب خادمتها، قال لها خلال 3 ساعات اتوقع هو قالها 17 او هذا الرقم 17 او 27، هي تخيل الشرطه. بعدين المعاناه اللي يواجهونها الناس، معلمه تقول لي انا ادخل جمعيه عشان اقدم على خادمه واخرتها تروح، واللي تقول لي انا اخذت قرض عشان اقدر اقدم على خادمه لاني محتاجتها لاني انا موظف ولا اقدر اترك وظيفتي. واحدة تقول لي أنا بعت جزء من نصيبي في الورث عشان أشتريها شراء لأني ما أقدر أنتظر وأترك وظيفتي وأنا علي أقساط، وأخرتها 38,000 ريال هربت بعد يومين من نقل كفلتها. طيب أم تركي شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. الحديث اللي دار مع أم تركي ومع أبو عبد العزيز هو جزء من حديث كبير جدا ومن مجموعة من القصص اللي حصلت في أماكن كثيرة نقراها في مواقع التواصل وفي أماكن عن هروب العاملات، إما أنه يعني الآلية للتبليغ عنهم واستعادتهم إلى الآن غير واضحة، لأنه كثير من الناس إلى الآن ما هم عارفين وين يتجهون، أو أنه شروط العقد اللي تصير في البداية ما بين مكاتب الاستقدام وما بين المستقدمين للعاملات المنزلية بحاجة إلى ضبط أكثر. المهم في هذا الموضوع حاجتين، الأولى توضيح كامل قبل إجراء أي عقد ما بين العاملة والمستقدم حتى يعرف ما له وما عليه، والأمر الثاني لا بد أن يكون هناك توضيح للخطوات النظامية الإجرائية التي يجب أن يتخذها كل شخص تهرب عاملة المنزلية وفيها ضمان لحقوق المادية التي دفعها، إما الحقوق المادية أو التعويض الواضح والصريح. أمامنا ملف بحاجة إلى توسع كبير في الحديث وسنستمر في طرحه. قولي ترى في حل، يعني يمكن في البداية شوي بيكون ما راح يكون صعب، لكن أنا في رأيي لما تجي العاملة الهاربة لما تجي الدولة تمسكها تقول لها شوفي عندك نقطة من الثنتين، أنت هربتي عليك مستحقات الكفيل اللي أنت هربتي منه مثلا 20,000 ريال، يا تدفعينها أنت ولا دولتك، طبعا دولتها لما تبي تدفع لها تسجن هناك لين ترجع لهم الفلوس، ترى ما يتركونهم، أو أنك دلينا على اللي هربك ودلينا على اللي اشتغلتي عنده، اللي اشتغلت عنده يعوضني أنا كمواطنة لأنه سرق العقد حق سرق العامل اللي أنا جبتها وشغلها بدون الثاني، ويفترض انه ما يتعامل معها اصلا. ايوه، والثاني اللي هو اللي يهرب هذا عاد هذا شغلته شغله، هذا المفروض العقوبات عليه. ليش؟ اول شيء اللي قاعد يهرب العاملات السمسار هذا لو ما وجد واحد ياخذ منه ما هربهم. لما الدوله ما تخلي ولا عامله تطلع الا لين تقر وين كانت بالضبط ويعرفون وين كانوا. وين كانت بالضبط؟ وقتها بيخافون بيقولون العاملة هذه خلاص بترحل بتقول عننا، فبيتقلصون بيمسكون هذولا. أم تركي شكرا جزيلا. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا. بعد هذا الفاصل ألقاكم في ثاني موضوعات أهل اليوم.